سلامكم اخوتي، ابراهيم باسمي من مونتريال. اليوم اخوتي حابين لكم هذه لا فيديو من الجيم، من ايكو فيتنس. سي جيم دو ميسكولاسيون، سي لا او سي بريبار ديرو دي زونترينمون. دونك كوم دابيتود عندي بنتي صغيره مايا جبت لها ندير لي زونترينمون. دونك اليوم نوريكم شويه لو جيم كوما ايلي. فوالا كيما قلت لخوتي ابراهيم، اخوكم ابراهيم توجور رجعت للميدان، عاود رجعت للميدان تاعي لي زونترينمون تاعي. دونك مازالني ما بردتش 100%، يعني عاودت غير بعقل باقي، راني عاودت ريبريني غير بعقل مع ميزيلاف. ان شاء الله تدوم. مازالني وجعني كتفي، وجعني شويه، مي راني بالعقل، راني باش تقلقت ما تقدرش تقعد في الدار سون فير لي زونترينمون. دونك عاودت رجعت. دونك اليوم راني سمعت اني خبر ثاني بلي لي بوكسور تاعنا اللي راهم في موزمبيق لعبوا لا فينال، منهم سي بوكسور والبنات والولاد، تبارك الله يعطيهم الصحة وربي ان شاء الله ينجحهم، ان شاء الله يزيدوا اكثر من هكذا، وان شاء الله نوبتنا ان شاء الله ندخل معاهم، ان شاء الله نجي مع ولد بلادي المدام بلوس لي بوكسور تاع بلادنا. دونك خوكم ابراهيم يسلم عليكم توجور من مونتريال، ويقول لكم راكم توجور في بالي. توما من الجزائر شرفوا بلادنا، وحنا من الخارج شرفوا بلادنا، وهذوك اللي راهم يحوسوا يخربوا لنا بلادنا من الخارج عيب عليهم، مش حق عليهم. وكلنا قاعد في نتحدوا مع بلادنا، مع رئيس تاعنا، مع جيشنا وكيما قال الاخر، وخساره مش مليحه، فهمت؟ غير نهدموا بلادنا ونديروا المشاكل بلادنا ونخسر. دونك خاوتي يد في يد، تعملوا يد في يد، ابنوا بلاد الجزائر، بلاد باباكم، بلاد جدكم، بلاد خاوتكم. اخوكم ابراهيم راه يسلم عليكم ثاني من مونتريال، كيما قلت لكم يسلم عليكم. ونقول لكم ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله كل يوم نتلاقاو في ساعات الخير، نتلاقاو في بلادنا ان شاء الله. وكما قلت ان شاء الله كاع نتعاونوا على الجزائر ونتعاونوا على بلادنا. دونك خوكم ابراهيم ان شاء الله كيكون جديد، ان شاء الله نصاب بكم. راني عاود ربنيت كيك بوكسور بروفيسيونال، عاودوا رامي دربوا، وان شاء الله نعاودوا صفحه جديده. باسكو دوبي دو زون ايدمي وحنا حابسين من لاكسيدون تاعي، من لاكسيدون دو فواتور، من لاكسيدون دو ترافاي بلس الكورونا. دونك ضيعتنا بزاف الوقت. دونك ابراهيم نسلم عليكم كامل، ويقول لكم مره اخرى ان شاء الله. هاي الساحه خوتي، هاي نوريكم شويه لاصال. خوكم ابراهيم نسلم عليكم كامل، نتلاقاو في ساعات ان شاء الله. باي خوتي، السلام عليكم.